دي راس نيفرتيتي، واحدة من ضمن أهم وأحلى قطع الآثار المصرية. وبما إنها من ضمن أهم قطع الآثار المصرية، تفتكر هتكون موجودة فين؟ أكيد في ألمانيا. هتقولي إيه ده؟ تيجي إزاي دي؟ هقولك تعالى ما أقولك تيجي إزاي. في عام 1912 كان في واحد اسمه بورخارت، كان بينقب على الآثار في مصر لأنه من المفترض يعني هو عالم مصريات، ولكن تحسه حب يحسن دخله فقرر يشتغل حاجة بجانب علم المصريات، فاشتغل حرامي بعد الظهر. المهم يعني وهو بينقب عن الآثار لقى راس نيفرتيتي، وكانت مصنوعة من الحجر الجيري. وهنا بقى ظهرت المشكلة، لأن القانون المصري في الوقت دوت كان بيمنع خروج التماثيل اللي مصنوعة من الحجر الجيري، ولكن في نفس الوقت كان بيسمح بخروج التماثيل اللي مصنوعة من الجبس. وهنا بقى فكر بورخارت في فكرة خبيثة شوية، وادعى ان التمثال مصنوع من الجبس، ويشاء القدر ان في الوقت دوت كان رئيس الآثار فرنساوي، فما اهتمش او طنش واعتمد على الكلام اللي كان مكتوب على الصندوق اللي جواه راس نيفرتيتي. ومصر طلبت اكتر من مره برجوع التمثال باعتباره مسروق وخرج من مصر بطريقه غير مشروعه، ولكن المانيا عامله نفسها مش واخده بالها.